والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد "هو الذي خلق لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال سبحانه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهكذا نقف مع المفهوم الاسلامي للحياه فيما اراده الله للانسان الذي يعيش حياته في الدنيا فان الله لا يريد للانسان ان يتجمد وان يكون كلا على الناس وان يكون بطالا وان يكون فارغ العمل حتى ان الله لا يريد للانسان ان يقضي كل وقته في العباده بل ان الله جعل للعباده بمعناها المالوف في الصلاه او الدعاء او الصوم او الحج جعل العباده وقتا معينا وقال للناس انكم تعبدون الله في قيامكم بمسؤولياتكم العمليه في الحياه فهناك مسؤوليه الانسان عن نفسه ان يضمن لنفسه قوتها وان يضمن لها عزتها وكرامتها في خط هذا القوت او في كل حاجاتها فالله لا يريد للانسان ان يكون عبدا للاخرين في حاجاته بمعنى ان يعيش تحت تاثير الحاجه بل يريد له ان يغني نفسه ان الله يريد لك ان تكون الغنيه في حاجاتك ما امكنك ذلك فالله عندما اراد لك ان تتحرك في الدنيا لتحضير عناصر النجاح في الاخره اراد لك ان تاخذ من الدنيا ما تستطيع فيه ان تكون حر الاراده بحيث لا يضغط عليك احد ولا يضغط عليك اي واقع يجبرك للتنازل عن ارادتك وعن حياتك ولهذا اعتبر الاسلام طلب الحلال بكل انواعه سواء كان ذلك بالعمل اليدوي في المجال الصناعي او بالعمل اليدوي في المجال الزراعي او بالتجاره وما الى ذلك ان الاسلام جعل ذلك عباده بل اننا نقرا في الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه واله العباده سبعون جزءا افضلها طلب الحلال فانت عندما تطلب الحلال في عملك او في تجارتك فانك تعبد الله بذلك ليس عملك هذا عملا ماديا بل هو عمل عبادي لانه لان مفهوم العباده ايها الاحبه ما معنى ان تكون الصلاه عباده باعتبار ان الصلاه عمل امر الله به فنحن عندما نستجيب لامر الله في الصلاه فقد عبدنا الله بالاستجابه لامره والصوم عباده لان الله امرنا به فنحن عندما نصوم فاننا نمتثل امر الله والله ايضا امرنا بالعمل فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا تتجمد في بيتك لا تتجمد في ارضك امش في مناكب الارض اصعد جبالها انزل في سهولها تحرك لا تجلس في بيتك فاتحا فاك لتقول يا رب اطعمني او يا رب ارزقني لان الله يقول لك اني امرتك بان تتحرك في طريق تحصيل رزقك لقد هيات لك الوسائل وعليك ان تعمل على اساس ان تاخذ بهذه الوسائل لذلك فان الله امرنا بالعمل كما امرنا بالصلاه فمن يعيش في حياته بطالا لا عمل له فهو كمن يعيش دون صلاه كما ان ترك الصلاه خطيئه فان ترك العمل خطيئه عندما تذل نفسك وانت قادر على ان تعزها بالعمل عندما تسقط موقعك وانت قادر على ان تثبته بالعمل فانك بذلك تكون قد انحرفت عن امر ربك لان الله اراد لك ان تكون الانسان العامل الذي يطلب الرزق من حله وقد ورد ان الله يبغض العبد البطال الذي لا عمل له وورد في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وتروى هذه المساله عن بعض ائمه اهل البيت انه سئل عن شخص اين هو قيل هو في البيت يعبد ربه يقضي وقته في الليل والنهار بالعباده قال فمن يقوته؟ من الذي يصرف عليه؟ قالوا فلان. قال هو اعبد منه، يعني ان هذا الانسان الذي يعمل في كسب الرزق ليعود بالرزق على نفسه وعلى من يعوله ان عمل هذا هو اكثر عبادة من عمل ذاك في صلاته وصومه دون عمل في هذا المجال. لذلك ان الله يريد ان تتحول الامه في كل افرادها الى امه عامله لان الله يريد للامه ان تكون عزيزه بين الامم ويريد لها ان تكون حرة في كل مواقعها ولن تنال العزه الا من خلال العمل الذي يهيئ للامه كل حاجاتها ويجعلها تعيش الاكتفاء الذاتي في كل مواقعها ولن تكون الامه حره الا اذا حققت لنفسها الغنى الذي يجعلها أمة تملك أمرها وتتحرك في العالم على أساس أن العالم يحتاجها عندما تحتاجه فلذلك لأن إنسانا لا يمكن أن يستغني عن العالم لكن هناك فرق بين أن تحتاج الناس بكل شيء وبين ان تحتاج الناس في شيء ويحتاجك الناس في شيء اخر ويحتاجك الناس في شيء اخر انك بذلك تكون الغني في حاجاتك وتكون الغني في حاجات الناس اليك انك تستطيع ان تحمي نفسك من ضغط الاخرين عليك في حاجاتك عندما تكون انسانا يحتاجك الاخرون هذا ما يجب ان نعمل له ان ان مساله عزه الامم وحرياتها لا تحصل بالقتال فحسب القتال يحميك من قوه الاخر الذي يريد ان يضطهدك جسديا او يحتل ارضك ولكن اذا استطعت ان تحرر ارضك ولم تزرعها فانك ستحتاج الى ان تستورد كل حاجاتك الغذائيه واذا حررت ارضك ولم تصنعها فانك تحتاج الى كل نتاج مصانع الاخرين واذا حررت ارضك ولم توازن اقتصادها ولم تركز اقتصادها فان من الطبيعي ان يسيطر عليك اقتصاد الاخرين لذلك القتال ليس وحده هو سبيل التحرير هو بعض وسائل التحرير العلم اساس من اسس التحرير عندما تكون الامه تملك حاجاتها العلميه فانها لا تضطر الى ان تدفع من عزتها وكرامتها لتحصل على ما عند الاخرين من علم وهكذا في المجال الزراعي وهكذا في المجال الصناعي وما الى ذلك ان الامه ت... الأمم تستعبد من خلال حاجاتها احتج إلى من شئت تكن أسيرة واستغن عن من شئت تكن نظيرة أحسن إلى من شئت تكن أميرة هذه هي الحكم التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا ولكننا رفضنا هذه الحكم وانطلقنا في حاله الضياع نعيش من هنا ايها الاحبه نعرف قيمه العامل في الاسلام وقيمه العمل في الاسلام قيمه العمل في الاسلام انه عباده فمن يعمل يعبد الله سبحانه وتعالى في عمله وعليه أن يحرز لنفسه شروط هذه العبادة ليكون عمله صحيحا مقبولا عند الله تماما كما يعمل على أن يحرز لصلاته وصيامه شروط الصحة فإذا لم تعمل على أساس أن تحضر لصلاتك شروطها فان صلاتك تكون باطله لا يقبلها الله كذلك في العمل عندما تعمل كن الامين في عملك عندما تعمل كن المتقن في عملك كن الصادق في عملك كن الدقيق في طبيعه عملك فاذا كان عملك يضر الناس فاختر لنفسك عملا ينفع الناس، لان الله لا يريد لك ان تقوم بعمل يسقط حياه الناس واخلاقها، واذا كان هناك عمل يحرمه الله، فعليك ان تجتنبه، في العمل حلال وحرام، وفي العمل طهاره وقذاره، فكما ان, أن عليك ان تطهر ثيابك في الصلاه فعليك ان تطهر يدك في العمل ان تكون يدك اليد الطاهره وان يكون عملك العمل الطاهر ان تتقن عملك وان تكون الامين في عملك اذا التزمت عملا لدى الاخر فعليك ان لا تستغل غفلته عنك وقلة خبرته بعناصر العمل لتغش العمل لتخلط الجيد بالرديء ولتقص تنقص ما اؤتمنت عليه من عمل لأن الله سوف يحاسبك على ما غششت وسوف يحاسبك على ما أنقصت إذا لم يستطع ان يحاسبك من لا من عملت له باعتبار ان والله سبحانه قد يبتليك في هذا باكثر مما تحصل عليه ينقل قضيه كقصه ان هناك انسانا كان هي في البيع وايضا تمشي في العمل ايضا انه كان هناك انسان يبيع الحليب كانت عنده بقر ولكنه يخلط الحليب بالماء وكان له ولد صالح ينهاه عن ذلك ولم ينتهي الاب لانه كان يريد ان يربح من خلال ذلك ربحا مضاعفا وجاء وقت جاء السيل فيه الى الوادي الذي يقيم فيه هذا الانسان وجرف السيل البقرة وماتت البقرة فاصبح الاب يندب حظه فقال له ابنه ان تلك المياه التي كنت تضعها في الحليب تجمعت وجرفت كل هذه جرفت البقرة وذهبت كذلك يمكن ان تربح من غشك في العمل يمكن ان تربح عندما تنقص العمل قد تقبض مالا زائدا قد توفر على نفسك وانت تشتغل لا تعطي العمل مونته الحقيقيه او انك تاتي ببضاعه غير البضاعه التي ائتمنت عليها لانها ارخص توفر عليك هنا وهناك ولكن ما رايك ان الله قد يبتليك بمرض ياكل كل تلك الاموال وقد يبتليك الله بخوف يصادر لك كل حياتك كيف تامن مكر الله والله سبحانه وتعالى قد يبتليك من خلال عملك الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا انت تبتلى من خلال ان عملك يجر اليك هذه النتائج او تلك النتائج لذلك على الانسان العامل في اي حق عليه ان يخلص لالتزاماته انت الله يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود العقد شريعه المتعاقدين اذا وقعت على الاتفاقيه التي تقول لك ان عليك ان تاتي بالبضاعه من النوع الفلاني وان عليك ان تعطي المون بهذا الشكل وبذلك الشكل التزمت وقعت ان توقيعك سوف يكون الحجه من الله عليك ان الله كان يقول لك سيقول لك انك كنت حرا قبل ان توقع ادرس نفسك ادرس ظروفك اعط شروطك هل انت قادر على أن تقوم بالتزامك وقع إذا كنت لا غير قادر على أن تقوم بالتزامك فلماذا تحاول ولماذا توقع لتضطر بعد ذلك تحت ضغط أوضاعك أن تغش هنا وأن تسرق هنا وأن تنقص من هنا أو من هناك لا بد للإنسان أن يدرس موقعه ونفسه وهكذا لا بد لصاحب العمل لا بد له من ان يخلص لالتزامه العامل في الحديث ان من منع اجيرا اجرته فعليه لعنه الله الانسان الذي يستاجر عاملا ولا يعطيه اجرته التي اتفق عليه معها معه اتفق عليها معه ان عليه اللعنه من الله سبحانه وتعالى أعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه عرقه ان عندما يكون للعامل حق عليك ان تدفع له الان لا يجوز لك ان تؤخره بعد ساعه وعندما يجوز عندما يجب عليك ان تدفع له اليوم لا يجوز لك ان تؤخره لليوم القادم تماما ان هناك التزاما متبادلا فكما ان على العامل ان يفي بالتزاماته كامله غير منقوصه فعلى صاحب العمل ان يفي بالتزاماته كامله غير منقوصه واذا كان هناك شرط في عقد العمل سواء كان شرطا مكتوبا في العقد او كان شرطا تفرضه طبيعه الاوضاع العماليه من خلال بعض قوانين العمل التي التزمها الناس او بعض اعراف العمل التي التزمها الناس فان على صاحب العمل ان يفي للعامل بالتزاماته لذلك لا بد للعامل عندما يدخل في عقد العمل ان يعرف ما له وما عليه ولا بد لصاحب العمل عندما يدخل في ذلك مع العامل ان يعرف ما له وما عليه في ذلك كله وعليهما جميعا ان يعتبر ان هذا العقد هو التزام امام الله سبحانه وتعالى وقد ورد في الحديث المؤمنون عند شروطهم يعني من شرط للاخر شرطا على نفسه في ضمن العقد فيجب عليه أن يفي له بشرطه وعلى ضوء هذا نفهم أن الإسلام الذي قدر قيمة العمل وقدر قيمة العامل وضع للعمل برنامجا ووضع له شروطا ووضع له شريعة وعلى الانسان ان يطيع الله في عمله كما ان عليه ان يطيع الله في صلاته وفي صومه وفي حجه لان على الانسان ان يقف عند حدود الله لا سيما اذا كانت حدود الله تتصل بقضايا الناس وبحقوق الناس. اساس ايها الاخوه. على هذا الاساس نفهم ان الاسلام لا يحتاج الى ان يكون للعامل يوم واحد يدعو الناس الى ان يحتفلوا به بل ان الاسلام يعتبر ان كل يوم يتحرك فيه العاملون في خطوط المستقيمه في كل التزاماتهم العمليه فهو يوم للعامل وهو عيد للعامل وقد سمعنا عن علي عليه السلام عندما تحدث عن عيد الفطر وقال انما هو عيد لمن قبل الله صيامه وقيامه وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم ينطلق فيه العمل والعامل بعقل مفتوح وبقلب مفتوح في طاعة من الله في عمله وفي انفتاح على كل الأهداف الكبرى للأمة وللمجتمع في العمل كل يوم لا يعصى الله فيه. سواء كان في العمل او في غيره فهو عيد الحياه كلها عيد للمؤمنين الذين يخلصون لله في اخلاصهم لالتزاماتهم امام الناس في كل اعمالهم وفي كل اوضاعهم اذا كنت تعتبر نفسك انك تعبد الله في عملك وان الله يزيك اجر المجاهدين في عملك وان الله يعطيك صفه حبيبه في عملك وان الله يجعل لك اشراقه في وجهك وفي حياتك يوم القيامه من خلال عملك فعليك ان تعيش العمل بطاعه الله وفي محبة الله وفي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى المجتمع كله سواء كان مجتمعا في حجم الدولة أو لم يكن في حجم الدولة على المجتمع أن يضمن للعامل حقوقه وعليه أن يدرس ظروفه ويدرس أوضاعه في مقارنة مع الأوضاع العامة ومع الإمكانات العامة، لأن الإنسان الذي ينطلق للعمل قد تفرض عليه الضغوطات الاقتصادية أو الضغوطات الاجتماعية، قد تفرض عليه ان يبيع عمله باقل ما يستحق وقد تفرض عليه ان يتنازل عن الكثير من قضاياه الحيويه في عمله لذلك لا بد للمجتمع الذي يريد لكل قضاياه ان تنطلق بشكل اساسي متوازن لا بد له من ان يعمل على حمايه العمال من الضغوط التي تصادر عملهم او التي تضطهد انسانيتهم في عملهم او التي تذلهم في عملهم ان على اصحاب العمل أن يعرفوا سواء كان أصحاب العمل في حجم مسؤولي الدولة أو في حجم أصحاب المعامل والمصانع أو في حجم التجار وغير التجار إن عليهم أن يعملوا أن يفهموا أن عمل أي إنسان عندهم ليس معناه ان تكون لهم حريه ان يذلوه او حريه ان يسقطوا انسانيته او حريه ان يسبوه او يشتموه كما يفعل الكثيرون عندما يكون لديهم اجراء في الزراعه او في الصناعه او في التجاره فإنهم يعتبرون هذا في المرتبة الدونية المرتبة السفلى في المجتمع لأنه إنسان يملك المال ويملك المصانع ويملك الأرض ويملك الرأسمال التجاري وهذا إنسان بسيط فقير عادي قد يكون فقيرا ولكن قد يكون اكثر شرفا منك قد يكون انسانا لا نسب له ولكنه قد يكون اكثر قيمه منك لان هذا الانسان الذي تنظر اليه من فوق لانه يعمل عندك فكر ان هذا هو سر ثروتك انت صاحب الارض الذي لا تعمل في الارض من اين جاءتك ثروتك من خلال الفلاحين الذين يعملون في الارض انت صاحب المعمل عندما تكون لك ثروه من اين جاءتك ثروتك من خلال العمال الذين يعملون عندك انت التاجر كيف استطعت ان تجمع ثروتك من خلال هؤلاء الذين يساعدونك في تجارتك هنا وتجارتك هناك؟ لذلك ليس العمال هم المحتاجين هم المحتاجين محتاجون لك ولكن انت ايضا محتاج، عندما ندرس المساله في خط التوازن الاقتصادي والاجتماعي نجد انه ما من انسان الا وهو يلبي حاجه الاخر كما يلبي الاخر حاجته وهذا ما قاله بعض الشعراء الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا التاجر خادم للعمال عنده والعمال عنده خدم لديه كل هذا ياتي بالمال ليحقق لهم حاجاتهم واولئك يعطون جهدهم ليحققوا له لانه ليس هناك احد افضل من احد. هو يملك الراس مال النقدي وانت تملك الراس راس المال العملي في هذا المجال وكما انك لا تستغني عما لديه من راس مال فهو لا يستغني عما لديك من راس مال، لولا العمال فكيف يمكن ان تكون للافراد ثرواتهم؟ وكيف يمكن ان تكون للدول ثرواتها؟ كيف ثرواتها؟ كيف يمكن ان تكون؟ لذلك على اصحاب العمل ان لا ينظروا الى العمال من فوق وعليهم ان يحسوا ان يحسوا بمشكله العمال في حاجاتهم كما ان عليهم كما عليهم ان يدرسوا حاجاتهم الخاصه بالنسبه الى قضايا الاقتصاد وما الى ذلك ان هذا هو الذي يحقق التوازن التفاهم بين العمال وبين ارباب العمل من خلال الامكانات الموجوده عند ارباب العمل ومن خلال الحاجات الموجوده لدى العمال. هذا هو الذي يمكن أن يحقق الاستقرار في حركة العمل وفي حركة الإنتاج في المجتمع وهذا هو الذي يمكن أن يضمن للمجتمع أن يضمن له توازنه في كل قضاياه وفي كل علاقات العمل بين صاحب العمل وبين العامل لا بد أن تدرس القضية على هذا الأساس لا بد أن تدرس المساله الاقتصاديه دراسه موضوعيه واقعيه يتحر تتحرك من خلال تلبيه الواقع العمالي كله تماما كما هي تلبيه الواقع الصناعي على مستوى المجتمع او على مستوى الدوله من خلال ذلك نشعر ان علينا في كل واقعنا ال واقعنا في الداخل وواقعنا الاسلامي في كل مجال ان تنطلق قضيه العمل وقضيه العامل لتكون القضيه الاساس لانها هي التي يمكن ان تحقق للمجتمع قوته وصلابته وهي التي يمكن ان تقود البلاد الى ازدهار اقتصادي عندما تنطلق كل سواعد الامه وكل طاقات الامه في سبيل الانتاج لكل حاجاتها في جميع مجالاتها والحمد لله رب العالمين